ايه ده؟ سونيك الثلجي؟ ايه اللي جايبك هنا؟ انا كنت جاي هنا عشان اشوفك انت بتعمل حاجة من ورايا ولا لا. وحتى لو بعمل حاجة سوبر سونيك هيكون ليا في الاخر. احنا عيلتنا سونيك النارية اقوى من عيلتك بكتير، واحنا اللي هيكون معانا سوبر سونيك وهنهزمكو. طب فهمني ازاي هيكون في عيلتك سوبر سونيك، واصلا اي حد من عيلتي او عيلتك او راح لجسم سونيك المفتت هيموت عشان احنا سونيك، انت نسيت؟ لا ما نسيتش ان احنا لو خدنا جسم سونيك المفتت هنموت، بس لما تبنى طفل هو اللي هياخد الجسم ده اول، وقتها بقى هيكون معايا انا ونهزمك ونكون احنا عائلة سونيك النارية اقوى عيلة. ايوه انا كده عرفت، عايز تتبنى ولد وتخليه هو يجمع جسم سوبر سونيك المفتت. انا مش هسمح لك بكده، انا اللي لازم اتبنى الولد ده واحنا اللي ناخد الجسم. باي. ايه ده؟ ايه الغباء ده اول؟ انا قلت له على الخطة بتاعتي. تعال هنا. الجو النهارده حلو قوي ومشمس، عشان كده انا لازم طبعا اوريكم دلوقتي انا عامل ايه. يس يس يلا بسرعه روح لعمو نكاش، انا جاي لك دلوقتي. خلاص وصلت عند عمو نكاش. عمو نكاش 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 عمو. ايه ده انت ابو علي تاني؟ كل يوم اصبح بيك. ايه يا عمو نكاش ده، انا احسن زبون عندك في المحل. احسن زبون عندي ازاي بس وانت بتاخد الحاجات والمفروض ان انت تدفع لي بعد كده وما بتدفعش؟ ايوه ده طبيعي يا عمو نكش ان احنا نتاخر شويه قبل ما ندفع لك الفلوس، بس اكيد ثعلب بيدفع لك يعني، صح ولا لا؟ ثعلب ما دفعليش اي حاجه من وقت ما حب ثعلبه. وبص انت عليكم فلوس كام دلوقتي؟ خليني اقول لك عليكم 140 جنيه، هتدفعوهم امتى بقى؟ يا نهار زبادي 140 جنيه؟ يا ثعلب مش بتدفع فلوس لعمو نكش عشان حبيبته ثعلبه بيجيب لها هدايا وبيصرف كل الفلوس؟ طب المره دي بس يا عمو نكش واحد ايس كريم. انا قلت لا يعني لا. يا عمو نكش ارجوك بس واحد ايس كريم بس مش هاخد تاني. انتوا ما بتدفعوش فلوس يا نصابين، هتطلع بره ولا اديلك بالمقشه؟ ايه ده ايه ده يا عمو نكش؟ يا عيني استنى بس يا عمو نكش اقول لك. طب تصدق بقى يا عمو نكش ان كل الكلام اللي بيتقال عليك انت والايس كريم بتاعك في المدينه ده حقيقي؟ ايه ده اللي بيتقال عليا والايس كريم بتاعي؟ بيتقال على الايس كريم بتاعك ان اللي بياكله بطنه بتوجعه وبيدخل المستشفى وبيجي له هبوط حاد في رجله وكمان دماغه بتصدع. ايه ده بس انا الايس كريم بتاعي مش كده. ما انا بقول لك بقى يا عمو نكش، بص احنا لازم نعرف انهي ايس كريم عندك اللي بيجيب للناس هبوط في رجليها، فعشان كده انا هجربهم لك دلوقتي. بص يا عمو نكش تعالى كده. طيب انا جاي اهو. بص يا عمو نكش انت بصراحه الايس كريم ده ممكن يكون هو ده اللي بيجيبه هبوط في الرجل. ايه ده انت خدته ليه؟ بجربه لك يا عمو نكش بقى عشان هنشوف هيجي لي هبوط في رجلي ولا لا. طعمه حلو بصراحه، ثواني خلينا ناخد الايس كريم ده. طعمه حلو برضو ما فيهوش حاجه يا عمو نكش، ده سليم. وخلينا ناخد الايس كريم اللي بالشوكولاته. ايه ده ما فيهوش حاجه يا عمو نكش بصراحه. يلا بقى عاوز حاجه يا عمو نكش. باي. ضحكت عليه، خدت 4 ايس كريم وما دفعتش اي فلوس. يس يس انا ذكي ذكي ذكي. والله كتر خيره ابو علي، جرب الايس كريم عشان يشوفه بيجي له هبوط في رجليه. ايه ده هبوط في رجليه؟ ايه ده وخد منه ايس كريم من غير ما يدفع الفلوس؟ يا نصاب ابو علي. يس يس الذكاء دائما. ثعلب انت ازاي ما بتدفعش فلوس يا ثعلب لعمو نكش بتاع الايس كريم؟ بصراحه كده يا ابو علي بصرف كل الفلوس على ثعلبه حبيبتي، بجيب لها هدايا كتير. وبقى ثعلبه حبيبتك دي الوجع دماغي يا ثعلب، انا بعد كده امشي في الشارع الناس هتضربني. انت لازم تدفع فلوس للمحلات يا ثعلب. وانا ادفع فلوس منين بقى؟ انت خلصت كل الفلوس اصلا بتاعت الملجا، مفيش غيرك الولد الوحيد اللي مفيش اي عيله راضيه تعبرك وتتبناك. طب تعرف بقى ان في عائلات كتير عايزه تتبناني وانا اللي برفض؟ يلا عاوز حاجات على ما اطلع بس تريح. وتعالى صحيح. عاوز ايه؟ انا نسيت اقول لك. ايه ده ثعلبه حبيبتي نسيتني، في عيلتين النهارده جم سالوا عليك وانت بتجيب الايس كريم. مين دول؟ العائله الاولى وهي عائله سونيك الناري. واو. والعائله الثانيه هي عائله سونيك الثلجي. واو. جه ولا لسه يا ثعلب انت؟ ايه ده عائلة سونيك؟ يا ابو علي عائلة سونيك الناري. ها يا ثعلب جه ولا لسه؟ ايوه جه. ايه ده هو مين ده اللي جه يا ثعلب؟ انت يا ابو علي، انت الولد الوحيد. انت قصدك ان عايزين يتبنوني انا؟ انا؟ ماي جاد. طيب شوفوا بقى انا ليا قرارات وشروط وحاجات كده كتير حلوه. اول حاجه تجيبوا لي اندومي كتير، تاني حاجه وهي اكون معاه فلوس كتير طبعا، تالت حاجه اتفرج على التلفزيون براحتي. ايه ده؟ هو فاكر نفسه مين عشان يقول لنا كده؟
مش عارفة يا حبيبي. اسمع سعلب، انا اللي جاي هنا الاول، الواد دوت لازم انا اللي اتبناه، ولو ما اتبنيتوش انا هكسر واخدك الدنيا. اديني قلت لك اهو، ولا ايه يا حاجة؟ ايه ده حاجة ايه؟ انا مراتك يا حبيبي. اهو صحيح. هاي يا ابو علي، هتختار مين؟ بصراحة كده سعلب، مين فيكم هيشتري لي اندومي اكتر؟ انا هشتري لك اندومي. ماشي ماشي يا بابا. حبيبي انت يا ناري. وانت بابا مش هتجيب لي اندومي؟ ايوه انا هجيب لك. وماله؟ شكلك بتضحك عليا يا بابا يا ثلجي. انا مش عارف اختار مين الاول. اختار مين يا ثعلب؟ طيب انا اقول لكم، ابو علي هيروح مع كل عيله يوم، والعيله اللي هتعجبه هيفضل موجود وعايش معاها على طول. ويلا دلوقتي يا ابو علي، هتعيش مع مين اول يوم؟ هيعيش معانا طبعا، لو معاش معانا انا هدغدغ الدنيا. ولا يا حاجه؟ اوه انا مراتك يا حبيبي. هو صحيح؟ لا بس هو هيعيش معانا احنا. ايوان يا حبيبي. بصراحة كده اول يوم اختاره مع العائلة النارية. حبيبي انت، انت حبيبي ابوشة. اوه البيت ده بتاعكم يا بابا؟ امال شارقينه يعني ولا ايه؟ ولا كاسبينه ببنك الحظ؟ يلا تعالى يلا. انا سمعت الصوت ده قبل كده، وانت اسمك يا بابا؟ انا اسمي حركات حركة متحركة سونيك الناري. حركات حركة متحركة المشهور اللي بيمثل مع ابو علي في الافلام. ايه ده؟ هو في حركات جديد في السوق ولا ايه؟ ايه ده حركات جديد في السوق؟ هو انت منتج؟ يلا تعالى ورايا بسرعة عشان اقول لك هتعمل ايه. واو ايه السرعة دي؟ يلا تعالى ورايا بسرعة انا كمان. واو وانا السلحفة الوحيدة اللي فيكم. ماشي خلينا ادخل بسرعة، سريع برضو بس مش عاوز اجري بسرعة عشان ما اكسرش الدنيا من السرعة بتاعتي. خلينا ادخل بسرعة. اسمع يا واد، انت كنت موت وانت يا حبيبي ابو شعر اصفر. احنا جايبينك الاول عشان قوة سوبر سونيك لازم تكون معانا احنا. قوة سوبر سونيك؟ انا مش فاهم حاجة. انا فاهمك. بص شوف، انا سونيك الناري، وطبعا دي الحاجة. يو يا حبيبي انا مراتك. اول صح كده اول، عشان كده بقى ايه سوبر سونيك ده اول لازم يكون واحد غيرنا، عشان احنا سونيك خلاص ما ينفعش نكون سوبر سونيك. يس وانا جاهز بابا ان انا اكون سوبر سونيك. حبيبي انا لازم اراقب عائلة سونيك الثلجية. طب يا حاجة. يو وانت كمان لازم دلوقتي تكون سونيك الناري. يس يا بابا انا جاهز ان انا اكون سونيك الناري. زيري بيو. ايه ده انت بتضربني ليه يا بابا؟ بجرب عضلات عمودك الفقري. ايه ده عضلات عمودي الفقري؟ واو انا دلوقتي سونيك الناري. انت دلوقتي عندك السرعة بس. طب ليه يا بابا ما ادتنيش القوة؟ لازم تنجح في الاختبارات اللي انا هعملها لك دهيا. اختبارات؟ انا جاهز لاي اختبار، خليني بس اجرب سرعتي الاول يا بابا. ليتس جو. واو ايه السرعه دي؟ او ماي جاد. ايه السرعه بتاعت سونيك الناري دي؟ ودلوقتي خليني ارجع. وي او ماي جاد بابا. يلا بسرعه لازم تنجح في الاختبارات دهيا. اوكي يا بابا انا جاهز. يلا تعالى ورايا. اوكي يا بابا بس قبل اي حاجة ازيكم يا علوية؟ بشكركم، وصلنا 245 الف اخ واخت وصاحب وكل حاجة حلوة على القناة. يس يلا بقى انزلوا اعملوا لايك للفيديو ده، وكمان اشتركوا في القناة عشان الفيديو يوصل لعدد ناس كتير ونستمر على افلامنا الجامدة دي. وبحبكم من كل قلبي، وما تنسوش اللايك. خد لايك. يا راسي ليه بس كده يا بابا؟ انت مش عاوز لايك؟ اديت لك لايك اهو. يلا تعالى بسرعة مفيش وقت. هو احنا واقفين هنا ليه يا بابا؟ اختبارك الاول لازم تهزم عدو. عدو يا بابا انا ما عنديش غير سرعه. انت سونيك الناري هيبتك كفايه. هيبتي ايه بت بس يا بابا؟ اروح اجري من جنبه يقع يعني؟ اسكت، لازم تهزم عدو. مفيش اي عدو ليه؟ انا ليه بس مش لاقي اي عدو ليه؟ اختفوا. يمكن واخدين اجازه بابا النهارده. ايه ده حرام اهو، روح اقعد عليه يلا بسرعه. يا بابا اقعد عليه ازاي اجري من جنبه يموت؟ لازم تهزمه، لو فشلت في الاختبار انا هكسر وشك. ايه ده هتكسر وشي؟ لا خلاص انا جاي لك حرامي. وي على فين يا حبيبي؟ ايه ده انت بيه؟ انا سونيك الناري وانت حرامي ونصاب، عشان كده انا لازم اهزمك. ايه ده انت عرفت منين ان انا حرامي؟ ده انا متنكر خالص. ايه ده عرفت منين ان انت حرامي؟ يعني واحد لابس لبس زي ده هو هيكون ايه، مهندس؟ الواد ده شكله هينجح في الاختبار ولا ايه؟ عموما انت شكلك ما تعرفنيش، انا المعلم زلطه، لو قربت مني هموتك.
ايه ده ايه ده ليه بس يا معلم كده؟ يا معلم يا معلم انا دلوقتي في اختبار، بابا بيختبرني واقف هناك اهو، انا كل اللي محتاجه بس ان انت بتعمل نفسك وقعت على الارض وخفت مني. ايه اللي انت بتقوله ده؟ هيبه المعلم زلطه، ما تسمعش بكده، انا اوريك دلوقتي مين اللي يقع ويخاف. يا زلطه اسمعني بس يا زلطه. زلطه. معلم زلطه ما يتلعبش معاه. دماغي. ايه ده؟ الله يكرم بيتك، حتة حرامي زي ده هو اللي يعمل فيك كده. بابا انا سيبته بابا عشان هو قال لي ان هو عيلته محتاجه الفلوس وابنه بيعمل عمليه خطيره، فانا اللي سيبته. ايه ده انت بتكذب عليا؟ اكذب عليك يا بابا، ابنه في المستشفى، لو مش مصدق تعالى نروح يوريهولك. لا خلاص صدقتك، دلوقتي الاختبار التاني، لازم تختبر السرعه بتاعتك. ما انا سريع يا بابا. انت صحيح سريع، لكن لما تلاقي عدو هل فعلا هتكون اسرع منه وتمسكه؟ طبعا طبعا، تعالى وريني. يا بابا احنا واقفين ليه يا بابا؟ هشوف عربيه معديه ولازم تسبقها وتقف قدامها كمان. ايه ده؟ عربيه ايه؟ فين دي يا بابا؟ يلا بسرعه اسبقها بسرعه. طيب حاضر يا بابا ماشي، دلوقتي سرعه سونيك الناري. وي يس 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 يس، سبت العربيه بكل سهوله. يا سلام. بابا شفتني دلوقتي؟ طمني يا دكتور، انا مش هقدر امشي على رجلي تاني ولا ايه؟ بص، هو من ناحيه تمشي على رجلك انت، لو سناني دي طلعت تاني يبقى تمشي على رجلك. انا مالي ومال سنانك يا دكتور؟ انا بقول لك انا همشي على رجلي تاني ولا رجلي خلاص كده باظت؟ هو انت جسمك باظ كله، احنا ممكن نركب لك موتور موتوسيكل او عجله سرعات وتبقى تمشي بيه. يوبا يا دكتور، يا دكتور ولا انا جسمي كله اتدغدغ ولا لا؟ طيب خلاص يا سيدي، هقول لك على كل حاجه. كم عظمة عندك مكسوره؟ كل عظم جسمك مكسر ما عدا اهم حاجه في جسمك هي اللي لسه سليمه. ايه ده كل جسمي اتدغدغ ما عدا حاجه ايه ده؟ حاجه ايه اللي في جسمي اللي لسه سليمه؟ تبقى رجلك الصغير. ايه الدكتور المجنون ده؟ يا الله اطبيت عليك، صباع رجلك الصغيره اللي لسه سليم. الاختبار التالت. يا سلام، من صباع رجلي الصغيره ده اعمل بيه ايه ده؟ بص يا سونيك الناري، انا مش عاوز عيلتك دي، خلاص انا زهقت. ابصلوط لي، قصدك يعني ان انت زهقت من عيلتي؟ ده انا اكسر راسك لو انت ما اخترتش العيله بتاعتي. اكسرها هي كده كده مكسره، مفيش غير صباع رجلي الصغيره اللي هو اللي سليم. اكسر راسك. انا جيت، مفيش حد يكسر راسه. ايه ده؟ سونيك ايس كريمة؟ اكسر راسك انت كمان. انا سونيك التلجي وقلت لك مش هتكسر راسه، انت خدته في عيلتك وما اخترقش، انا اللي المفروض دلوقتي تدور عليا. طيب ماشي يا سونيك ايس كريمة، بقول لك ايه؟ انت واكل ايه؟ وانت عاوز ايه يعني واكل ايه؟ واكل اندومي. ما انا عارف ان اندومي، جايبه بطعم ايه؟ جايبه بطعم الفراخ. طيب ماشي حبيبي، هروح اشتري واحد دلوقتي. وانت يا سونيك الثلجي امشي بقى، انا مش هاجي في عيلتك، انا اصلا جسمي كله اتدغدغ. بس انا هرجعك سليم تاني. ترجعني سليم ازاي؟ بقوة التجميد بتاعتي. تن تراران. ايه ده؟ ودلوقتي انت لازم تيجي في عيلتي. انت بتردش ليه؟ انت مجمد. معلش امشي. اخيرا. انت يا بابا سونيك احسن واحد في الدنيا، رجعني سليم. ماي جاد. ايه الطرحه اللي انا لابسها دي؟ يلا تعالى على البيت. طب ماشي يا بابا، شيل بس الطرحه دي. سيبها سيبها، شكلك حلو. لا لا شيلها طبعا. يلا تعالى ورايا. الطرحه شكلها حلو بجد على القوية ولا بابا بيضحك عليا؟ انزلوا اكتبوا لي في الكومنتات شكلها حلو ولا شكلها وحش؟ ايه شكلها معفن؟ خلاص خلاص اشيلها دلوقتي. واو، انت اديتني قوة سونيك الثلجي يا بابا. ايوه اديتك دلوقتي قوة سونيك الثلجي، ودلوقتي انت تقدر تجمد اي حد. بجد يا بابا اقدر اجمد اي حد؟ طبعا يا حبيبي، انت دلوقتي معاك قوة التجميد لعائلة سونيك الثلجي. عشان كده اختبارك، وهو لازم تجمد حد، ومن بعدها لازم نلاقي حبيبات جسم سوبر سونيك عشان تكون مع عائلتنا ونكون احنا اقوى من عائلة سونيك الناري. انا مش فاهم هو ايه جسم سوبر سونيك اللي بتقولوا عليه ده؟ الجسم ده ما ينفعش احنا ناخده عائلة سونيك الثلجي ولا عائلة سونيك الناري، لازم يكون شخص غيرنا خالص. عشان كده سونيك الناري كان عايز يخليك انت اللي تاخد القوة دي، بس انت هتكون في عائلتنا وانت تاخد القوة وتكون معانا احنا. ودلوقتي اختبارك الاول، لازم تجمد حد. وبحيث اختباري ان انا اجمد حد، مفيش غيره واحد هو اللي لازم اجمده. يلا وريني هتنجح ولا لا. ماشي ماشي يا بابا. عمو نكش عامل ايه؟ عمو نكش
مفيش ايس كريم الا لما تدفعه. ايه ده، انت بقيت عامل كده ليه يا ابو علي؟ بس انا بصراحه هاخد منك كل الايس كريم يا عم نكش وببلاش كمان. وانا مش هديلك ايس كريم، والا اخلي المقشه تنضف لك شعرك كويس. انت متاكد يا عم نكش؟ انا اوريك دلوقتي. امسك. انا اسف يا عم نكش بقى ان انا جمدتك، بس كان لازم اعمل الاختبار ده. يس يس، ودلوقتي اخد بقى ايس كريم ببلاش، يلا زي زمان. يلا هات كل الايس كريم كله كله كله. يس يس، نجحت في الاختبار يا بابا. ودلوقتي لازم تلاقي حبيبات جسم سوبر سونيك. اوكي انا جاهز. اوه انت ليه يا بابا خدت مني قوة سونيك التلجي؟ عشان انت لازم تلاقي حبيبات جسم سونيك، ولو لقيت حبيبات جسم سونيك وانت معاك قوة سونيك الثلجي او الناري هتموت. هموت؟ طيب ماشي يا بابا. ودلوقتي انت المفروض بحاسة التجميد اللي عندك تلاقي حبيبات جسم سونيك. ودلوقتي امسك. انا فين؟ اوه ماي جاد، السما عاملة كده ليه؟ واه ايه ده، العربية دي خلينا ناخدها بسرعة. اوه ماي جاد، انا فين؟ اوه ماي جاد، العربية دي انا مش عايز اتقلب. وانا ليه مش عارف اتحرك ومش شايف كويس ليه؟ خلاص خلاص. انا كنت هقع. ايه المكان ده؟ اوه ماي جاد، معقولة جسم حبيبات سونيك هنا؟ انا ليه مش عارف اطلع بدماغي؟ دماغي لا. ايه ده؟ اوه ماي جاد، ايه اللي جوه ده؟ واو. ايه دي؟ اللي بيحصل لي ده؟ انا جيت فين؟ اوه ماي جاد، انا اتحولت لسوبر شادو سونيك. واو ايه ده؟ سوبر شادو سونيك. ودلوقتي ده المفروض تيجي في عيلتي انا، سونيك الناري. لا، هيجي في عيلتنا احنا، سونيك الثلجي. طيب وانا بقى لو ما اخترتش حد منكم هتعملوا انتوا الاثنين؟ انا بقوة سونيك الناري هولع فيك، وانا بقوة سونيك الثلجي هجمدك. طيب خلاص، انا قررت انا اختار اني عائله فيكم. السلام عليكم. يس يس يس. ايه ده طالع يجري؟ يلا بينا ناخد الدرون ونطلع نجري وراه. ايه ده، ناخد الدرون ليه؟ احنا عائله سونيك. صح، تصدق نسيت يا كابتن. يلا طيب ده يا باب يا باب. يلا انت بتقول ايه؟ ما بتفهمش فرنساوي ولا ايه؟ مش هنسيبه. سوبر سونيك. يس يس، اجري بسرعه، لازم اقرب اعتقد كده خلاص ده انا قربت منهم. اوه ماي جاد، دي سوبر شادو سونيك.